وفاة الشاب أميني على يد شرطة الأخلاق في طهران على خلفية أو على زعمهم أنها قامت بمخالفة قوانين الحجاب في البلاد وتعرضها للاحتجاز التعسفي، وتعرض خلال فترة الاحتجاز أيضا لسوء المعاملة مما أدى إلى وفاتها. يعتبر ذلك انتهاك لحقوق الإنسان، وبناء على ذلك نطالب على المستوى الرسمي بفتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة البشعة، وأيضا على المستوى الشعبي بعمل وقفات ومسيرات للتضامن مع هذه القضايا التي تتعرض فيها المرأة للعنف، للحد منها وردع كل من تسول له نفسه. طبعا على أثر انتشار هذه الجريمة البشعة كانت هناك موجة غاضبة من الاحتجاجات في الشارع الإيراني، هناك مسيرات ومظاهرات احتجاجات واعتصامات في السجون تقودها سيدات احتجاجا على هذه الجريمة البشعة. هناك مطالبات بفتح تحقيق، وهناك مطالبات بأخذ حق هذه الفتاة والرد قوات الأمن والشرطة لما تقوم به من معاملة وحشية مع السيدات. طبعا على المستوى العالمي أيضا جميع مؤسسات المجتمع المدني أو النسوية نددت بهذه الجريمة، وطبعا تعتبر فلسطين من ضمن هذه الدول التي دائما تندد بجميع أو أي أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي الموجه خاصة ضد السيدات. دائما يكون هناك ردة فعل منددة لهذه الأفعال، ما قد يتم ترتيب له في الأيام القادمة. قد يكون هناك تنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لكي يكون هناك وقفات تضامنية واحتجاجية عادة عن خصوصية الشارع الفلسطيني، وعمل هذه المؤسسات بطبيعة عمل أو حياة الشارع الفلسطيني بشكل عام. هذه المؤسسات أيضا تقوم من ضمن أجندتها بمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء على التمييز.